نعم. عندنا حاجة يا إخواني أظنها أثمن ما يعطى الإنسان في هذه الحياة. لكن أغلبنا إلا من رحمة ربي مضيعها. ولو أننا نستغله في موضع الصحيح كان كسبنا الدنيا والآخرة. ودي تعلقنا عليه يا شيخ، وهو الوقت الثمين اللي نضيعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يمكن أخطر، سبحان الله، بقول موضوع قد قلته في قناة بداية منذ نشأة يوم حضرتنا هذا الموضوع اللي بقول الآن. يا سلام. والله إن الوقت إنه أثمن من الذهب الأحمر والفضة، وإنه أثمن من المدخرات ومن تجارة من تاجر ومن عقار من عنده عقار ومن منصب من عنده منصب. والله نبهنا في القرآن على الزمن والوقت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ والله الأنفاس إنها محسوبة، والدقائق إنها محسوبة، والثواني محسوبة، وغالب الناس ضائعين وقتهم. لا، يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني مخاسران أكثر الناس، الصحة والفراغ. عنده صحة معافى وعنده فراغ. ولذلك أكثر الناس الآن في كلام وفي هذيان، حتى لو ما في غيبة، لكنه كلام سوالف يكررها، لا يقرأ شيء من القرآن، ولا يكرر قل هو الله أحد، ولا تسبيح، ولا بيصلي ركعتين في الضحى إلا من رحم ربه، ولا بيفتح المصحف. وبعلمك بالمقابل، عاشرت ناس في الحياة وأنت عاشرتهم وعرفتهم أحياء، وقدم بعضهم على الله. والله يا شيخ أنهم يتابعون الأنفاس والدقائق، وأن عندهم فتح من الله. أنا أسكن في الغدير، عندي بيت في الغدير والنرجس، اللي المسجد اللي جهة اليمين ما ودي أسميه لأنه ما يبغى نسميه، مؤذن المسجد يختم كل ثلاث أيام. ما شاء الله. يأتي قبل الصلاة بنصف ساعة، يأتي وجهه كورقة مصحف. اسمعنا. ويأتي قبل الصلاة بنصف ساعة، قال بشرك إنه ثلاث أيام. والله المسجد اللي بجنبي هنا نقول حول أربعة ثلاثة هو. ما شاء الله. وإنهم يأتون قبل، وإن يجي في المسجد يعرضهم يجي 10-15 قبل الأذان بنصف ساعة. فاتح المصاحف، وبعضهم في البيت أبشرك فتح عليه، يقول شايب أنت قاعد، يقول أبشرك خدت لي نقال هالخشب هذه وحطيتنا في مصحف كبير، واني قهوة وأقرأ في المصحف، والطحوان يقرأ المصحف. قال والله، يقول أنا جلس من ذكرني وبشرك أني مع الله سبحانه، وكل ما خذ. قال ذهبت همومي وغمومي وأحزاني وساوسي كلها. يقول الشيخ الدكتور سعيد المسفر صاحبي وصاحبكم، يسمعنا هو يتابعنا، يقول صليت في الحرم وأقرأ في آخر سورة النساء. قالوا له شايب من جهة نجد يمكن عمره 85، قال ثياب مرثة كذا، يقول أول ما أعرفه قلت له لو كان في مساعدة بيحتاج مساعدة. قالوا يقرأ في آخر النساء، قال في رد عليه فاء، قالوا يرد عليه الهمزة ويرد عليه الميم. قلت يا والد أنت حافظ؟ قال بشرك مثل فاتحة ولا أحتاج المصحف. ما شاء الله تبارك. قلت قال بشرك أقرأ في ثلاث أيام، أقرأ قائم وقاعد وعلى جنبي. لا إله. يقول كنت خوي عند أمير في الرياض أو في نجد هنا، ما سمع في محافظ أو كذا. قال فعوت، قلت له أكني يا طويل العمر. قال إيش؟ قال أبغى أحب البرنا وكذا. قال خذ راحتك ولا تقاطعنا. قال ورحت وقال إن كنت مع البل ولا في مزرعتي، والله إني أقرأ وأكرر القرآن وأسأل الله في السجود. قلت إنك تحفظني كتابك ما شاء الله. قال فحفظني. قال وأولادي مفتوح علي، لا تحسب إن حياة ترى أولادي مفتوح عليهم في الخير. قالوا يا أبونا لك ثلاث أيام منا تصوم الثلاثة البيض في مكة وتأخذ عمره كل شهر. الله أكبر. قال تحجزوا لي في الفندق وأخذ عمره وأصوم ثلاث أيام. الحمد لله. قالوا سرت أقرأ القرآن، والله لا وساوس ولا قلق ولا اضطراب ولا هم ولا غم. قالوا نسيت الدنيا كلها، ولا مراجع أي طبيب، ولا مراجع أي طبيب. الله كريم. الشيخ إبراهيم الحديثي يعرف أبو سليمان، كان رئيس محاكم عسير، يقول لي ابنه سليمان، يقول والله إنه بدأ سورة الفاتحة بروح أنا وياه برا، بروح نغدره، بدأ سورة الفاتحة من أبها، وإنه ختم سورة الناس في الطائف. لا نعم. وغير ذلك أنت ما حب بسمعني أخوان وأخوات وأعمام وعمات أو بنات وأبناء، أدري إنك ما تحفظ القرآن، اقرأ قل هو الله أحد وكررها، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد لله والشكر قدير. انزل في بستان الذاكرين، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سلام. إذا فتر، والله إني أعرف بعض الشيبان وأنتم تعرفونهم، إني يتحدث ست ساعات في درجات الحرارة، في الأسعار، في الأخبار، في الأمطار، في أخبار القبائل يوم غزونا وغزينا، وفي أخبار من باع ومن شرى، وفي الزواج بعد الزواج، وإنه ما كمل 100 لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله في اليوم، ولو عشر ولا 100. صدق. فوالله إني أقول من حماس يا أحبابي، يا إخواني وخواتي، يا من يسمعنا، استغل الوقت. والله الدقيقة الواحدة قد تدخلك جنات النعيم. صدق. الثانية الواحدة من قال لا إله الله يعني تعادل السماوات والأرض في الميزان. وأقول شيء، أنا كنت في ميلانو في إيطاليا، أنا زرت أكثر من 40 دولة، يمكن 200 مدينة في العالم. ما شاء الله. ويوم ميلانو قالوا، قلت فين بننزل؟ قالوا فندق هنا صاحبه إريتري.
نزلنا في الإريتري يوم عرفني صاحب الفندق تعرف الأشرطة والمحاضرات قال والدي ترى مقيم هنا بيجي يسلم علينا وترى العشاء عندنا أنا ووالدي غير أنكم مستاجرين ترى وحنا في فندق قلت الله يجزاك جاب قاعة وجهز العشاء وجاء والدي يمكنه حول 85 إريتري قال أمس إله بالمسبح الحمد لله الحمد لله أنت الشايب الشايب ما فتر يا شيخ عود أخذني على جنب بعد العشاء قال أقول أنا يا شيخ أنا أبشرك الفتح عريف يقول هو الله أحد من شبابي أقرأه في اليوم 1000 مرة وخاب من افترى خاب من افترى مجار يا رجل إيه؟ 1000 مرة ألف مرة قلت كيف قال أختمها في حول ساعة لكن بسألك شيء أحيانا أشوف التلفزيون الأخبار أتابعه وأنا أقرأ أقول هو الله أحد قلت لا تعطل الناس قلت تم قلت لا ما عليك شاهد الأخبار وقرأ قول الله أحد قالي وأنا بس هذه لأني حين أسمع عيالي يسولفون فأسولف ولكني أقرأها قول الله أحد قلت كم تهد قال 45-50 حين ساعة ما شاء الله وبشرك فتي عليك يا أخي قل هو الله أحد 3 مرات بختمة ما شاء الله قلت له كل مرة ماضي يسمعني أبو السبيع الله يمسي صبحه بالخير في رنيا الآن صديق لي من 30 سنة عمره الآن فوق 85 أبشرك يصلي تروح على عصا والقيام واقف ما شاء الله وجهك ورقة مصحف ودعوب يعني يحب المزاح مثلي يعني عترس قبل صلاة العصر في الحرم قلت له يا أبو محمد عسى كيفك في القرآن قلت عشان بصر وعساك تقرأ قال بشرك قبل صلاة العصر ختمت ختمتين ما شاء الله اسمع الكلام قلت قال من يوم دخلت هنا ذا الحين من دقائق ختمت ختمتين قلت ليش قال صليت ركعتين في الأولى بعد الفاتحة كل واحد 3 هذا ختمة هذه ختمة ختمة والركعة الثانية بعد الفاتحة 3 قلت صدق يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن قل والله والذي نفسي بيده هذا سيد ولد آدم ما هو بنا وأنت والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن اللهم صل وسلم وبشركم في صحيح البخاري كان رجل يقرأ من الصحابة يصلي بقومه في طرف المدينة في مسجد صغير فإذا بدأ بعد الفاتحة كان يقول واحد ثم سورة وإذا بدأ قرأ سورة قل هو الله أحد قال له جماعة المسجد إما تكتفي بها ولا تقرأ السورة الثانية قال أنا ما أقدر أتركها في كل ركعة طب وأنا أصلي بكم إمام ولا أدوروا غيري أبحثوا عن غيري قال صلى الله عليه وسلم سلوه لماذا يقولها قال لأنها في صفة الرحمن أحبها قال أخبره أن الله يحبه الله وجاء إماما ثاني قال كان يقرأ في كل ركعة صلى الله عليه وسلم قال لماذا قال حبها يا رسول الله قال حبك أي الله حبك إياها أدخلك الجنة الله أكبر ثرث القرآن والله إن من محبة لي مني لكم وللإخوة رافقت من باز 7 سنوات والله يا شيخ إنه حتى في مجلس الملك فهد منا كنا جلوس بعيد هو قريب إنه كذا لا يفطر في أي مكان وتسمعوا الإذاعة حتى في الدرب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الله فأنا أطلبكم طلب ترى ما بقي من العمر شيء ترى الدنيا قصيرة والله إن تروح وترانا كثرنا ما عليش ساعة وساعة نسولف نقول شعر مثلكم مع شرواكم لكن كم ختمت من التهليلات 100 الآن الشيخ سعيد مسلم ما شاء الله صاحبي عنده 17 كلمة يقول كل كلمة 100 مرة الله منها كل واحدة واحدة سبحان الله 100 الحمد لله 100 لا إله الله 100 الله أكبر 100 لا إله الله وحده ولا شريك له الملك 100 لا حول ولا قوة إلا بالله 100 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفار 3 منها استغفر الله وتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه منها ربي اغفر لي تب علي إنك أنت التواب الرحيم قل هو الله أحد 100 ما شاء الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله ونعم الوكيل اللهم نسألك العفو والعافية دينا أنواع الاستغفار التسبيح إنما هي ربي يزدني علما حسبنا 17 يقول كل واحدة 100 ما شاء الله ويقول صدق الشيخ قال ترى الوقت واسع يقول كنت أتقدم ربع ساعة قبل الأذان ملك الملوك يدعوك ملك الملوك يقول تعال تعال بهمومك أقضي همومك وتعال بديونك أقضيها ملك الملوك ما مستعلم قال قلت سهلة فتقدم ربع ساعة قالوا حسبت إلى 5 أجزاء في اليوم ما شاء الله ترى التسهيل من الله فاغتنموا الوقت وبشركم في عمل لا يكلف حتى لو ما صمتوا يقول صلى الله عليه وسلم من أعياه الليل أن يقومه والمال أن ينفق المال صعب والعدو أن يجهده فعارف سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بس أنا أكرر كلمة عندنا رجال من الجنوب من جهتنا أبو سليمان وكلنا وطن واحد وكلنا أسرة واحدة صحيح كان هو شاب يقول كنت أبني في الحجارة قال رحت قلت قالوا في شغل في مكة قالوا طبيت مع الجماعة في مكة قال وعودت اشتغلت مع ناس حجز هناك يبنون قال فأروح الحرم أتانا يقول عطلة يوم قال إلى شيخ على كرسي في عهد الملك سعود قال يقول بعد صلاة المغرب قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم قلت يا شيخ عدها لي الله لا يهينك
قال فعاده. قلت عدها. قال فعاده. قلت يكفيني هذه والله ان شاء الله. يقول في الحرم انها تكون شغلي الشاغل ما شاء الله. قال والله اني ابني الحجاره سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله عليه. واني اروح اتغدى سبحان الله بحمده سبحان الله. فارجع عند جماعتي في الديره قال صار شغل الشاغل. يقول لي ان اسم الشيبان جماعته وقدم الى الله لكن بقصه بعدين. شوف الكرامه من الله. قال والله اني احضر الزواج. قلت قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الميزان. قال يروح يعزي. قال كلمتان خفيفتان على اللسان. قال انه يروح الى طلاب بيلعبون كره بيمر عندنا في القريب. قال كلمتان فيسمونه كلمتان. قالوا جو عمنا كلمتان يا سلام. وقالوا والحريم اسمعهم. قالوا هذا كلمتان. قالوا جاء حادث السياره. حادث السياره فاغمي عليه ضرب على راسه انقلبت السياره. قالوا والله انا ثلاث ايام من يقول كذا كلمتان خفيفتان لا اله حبيبتان رحمن ثقيلتان الميزان حبيبتان رحمن سبحان الله بحمد سبحان الله الين مات عليها. الله اكبر. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين فعل الله ما يشاء. فتح لكم متاجر مع الباري وهو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله اني احب لكم من الخير ما احب نفسي. واني صاحبت ناس انهم سبحان الله موجودين ولا ابغى نذكر اسمائهم. ان مصحفه في نقاله على مفتوح واذا فتر يقول هو الله احد والتسبيح والتهليل والتكبير ويغتنم الوقت ترى انفاسنا تذهب اعمارنا راحت. بتقابل ملك الملوك سبحانه وتجده امامك في الصحيفه. سجل مع كل نفس مع كل ثانيه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره غفر الذنوب وان كانت كزبد البحر. الله اكبر. كنا ندرس الماجستير في جامعه الامام يدرسنا عبد الوهاب البحيري عالم من علماء الانسان قدم من الله الله يغفر له وإله كبير. ذاك الوقت أخذوه كان متقاعد لكن العلم بيدرسه في الحديث. قلت قال عليه في صحيح مسلم بيشرح هو قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر. شوف قلت أنا جيت من أبها ذاك الوقت متحمس. قلت الكبار ولا الصغار كبائر ولا الصغير يا شيخ. قال دعها سماوية تجري على قدر الله. سلام. أيوة لا تفسدنها برأي منك منكوسي. الله أعطانا بيت شعر قبل الله أعطانا رسول الله سلم فتح الباب لنا زين تروح نحط فيها تروح تفصل تفصل. قال دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوسي. ماذا الله بشرنا فبشركم من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وفي اختر صار في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 100,000 حسنة أو يمحى نفسه؟ قالوا كيف يا رسول؟ قال يسبح الله 100 تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ترى في دقيقة يكتب لك 1,000 حسنة وتمحى نفسه سيئة. ترى الخاسر اللي ضاع عمره ما غيبة ولا نميمة صدق. هذه ذنوب هذه كبائر. لكن بعض الناس أنا أعرف شيبان بلغ 80 قلت يا والد انت تقول لا اله الا الله وحده لا شريك. قال والله ما عندي وقت. انا ما اقول احيانا وانسحب شو ما عندي وقت. تصدق انه لا وظيفه وانه مخدوم واولاد وعيال وان القهوه تجي ورطع في ذا جلس مع. قال اقول لك قد رحنا عند الافلام في زواج ولا الافلام راح واعطاني فلان واعطي القصه. قال تعرف قلت قال مر ابن فلان من هناك مع قوم وعودوا عرضنا ويا واحد اللي كنت معه الى مطار العقيق انه شايب. قلت يا وارد خلنا نقول دعاء السفر. قال لا ما يحفظ مسكين حفظ. قلت خلنا نسبح الله. قال انا بشرك فتح علي في حفظ القصائد. يوم قلت طيب نقول خل معنا. قال يا لا لا قال يا لا لا يا ولد يا ولد. قلت يا ساعه وساعه واني لا دخلت في حديث اني ردني كذا. يقول قال جونا غامض. قال يقول الغويد يا سلامي يقول الغويد محمد الغويد الله يرحمه. قال فرد يا ابن مصرح. قالوا ترى بن خضران عندك. قلت يو جاك تحفظ كل شيء. قلت قال عسى عندك ورد في القران. قال والله مره ومره ما في وقت. مشغول 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 الله وموهم نفسه سبحان الله انه مشغول. قلت يا وارد عندك وقت. قال يا لا الله يغفر لنا والله ما نبعد عنه كلنا والله لا كلنا ترى ساعة وساعة مثل ابو سليمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الشعر ترى صحيح. ساعة وساعة ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسان اهجهم وروح القدس سيدك سمع صلى الله عليه وسلم الشعر. لكن ندري ان ابو سليمان يراح وشرواه وشرواكم بيفتح المصحف بيقرا في التسبيح اشوفه يسبح دائم وشوفكم وبيقرا لكن كل الوقت. واني رافقت واحد في الخارج بدون اسماء اسلم والله يا شيخ اني ما زود عليك يحفظ شعر خاصة من منطقة ومراد وقال فلان من حرمة وقال فلان من كذا وقبل النوم احنا بننام. قال يقول واحد الهزاني. قلت اقول اذكر الله اذكر المساء
وإذا كذا وإنه جالس مسكي قلت ترى التسبيح زين قال لي بس الوقت ما هو الوقت ما هو الوقت هو فتوحات يقول ابن عثيمين في اليوتيوب العثيمين له فيديو قال لا تظنها بذكائك انت ولا بعقلك ولا بحسك ترى فتح من ايوه توفيق والله يقول يقول صلى الله عليه وسلم قال شوف التسبيح سبحان الله بحمد سبحان الله ما سالها والملائكه تسجل والله يرضى عنك سبحانه ويملى بها الميزان ولكن ما يفتح العبد وإلى كذا دندنه بس حتى يجلس الواحد والله نجلس وحده لا يقرأ قرآن ولا يسبح ولا يهلل ولا يدعو والله إن حرص على إخواني وبناتي وبنائي أسأل الله يسعدكم لأن إذا ما تكلمت مع الأخيار ذولا وتكلمت للناس يعني سبحان الله أنا الله يمسي وصبح الوالدة بخير والله يرزقكم وياكم بر الوالدة آمين أبشركم والله إن ما تبغى هذا تقول فتح الله عليه بحفظ 10 أجزاء وليلة والله إن سورة البقرة وليلة سورة العمران ما شاء الله وإن بعد حول 3000 تسبيحة ما شاء الله والمسبحة معها صباح مساء قلت سبحان الله هاي ذولا عجائب كبار في السن وإن يقول يسمعني الآن رجل الأعمال يحيى عبد الرحمن يحيى القصيمي راح أوغندا بشرك والله ما يبغى يمكن هذا فتح عليه في هداية الناس في أوغندا ما شاء الله يوم واحد يقول رحنا في قرية إلها في مثنيين كذا قلت وش اللي ينقصهم قال واحد المغندي هناك ودنا بثنين كيلو رز ونطبخ على موية شو يقول فقر مدقع لا إله إلا الله قلت 2 كيلو قال شوف البطل جيبوا كيس قلت لا يهمك قال فاتح فأخذ كيس واثنين خرفان يا سلام والله قال وجيب طباخين عندي والقدور قال ونوزع قال وش قال والله نسلم 80 واحد ما غير الكيس لا وبنى مسجد أبشرك ما شاء الله قال في عجوز عمرها 80 سنة مثل سوداء مثل الزيتون السوداء والله أنا جالسة بتجه إلى الحرم بالمسبحة لا إله قالت أنا مجلس اللجان قال فاني أعطيتها عجوة المدينة فهي بكت لا إله قال وأعطيتها موية زمزم فهي بكت قال قالت قال وشو منيتك في الحج قالت إني أعتمر أول حج لا إله قال أبشرك بتجهز العمرة لها والحج هنيئا هنيئا شوف يقول تسبح ليل ونهار شوف الله يجتبي ما يشاء وإني رحت الصين يا شيبان هناك المتسبيح دائم الصين وإنك تجد واحد من بلاد الوحي إنه لا تسبيح ولا قرآن قلت يا إخواني كيف طيب المصحف معكم يا أخي دري يا أخي وش الغفلة تقلب الجوال كل شيء وسوالف كما أنت هنا بعض السوالف سمعتها يوم جونا آل فلان جونا شمران وجينا عندهم وعودوا ضيفونا وضيفنا وبني عمر أيضا جونا وفدين وعودنا رحنا عندهم وجوب يا الله لا إله قال ونزلنا تهامها بشرك قال ورحبنا بالخضران وعدك قلت مني قسمعتها يا عم هذه 20 كان يا قال لا قلنا واني رحت مع شيبان رحلة عندنا وهما يمكن أكرم مني عند الله وفهم والله اني أبغى أتحدث قال يا عايض خلنا ذا الحين عطانا اسكت عنا يا عايض اسكت عنا قلت عندي حديث قال ما كفاك في المسجد الحق يا ولد هذا يا ولد قال واني أسمعه يسلم قال ترى الشباب ذولا مساكين ما يمتنع الواحد من الكلب منهم أثر الفروس عندهم من قال ما يلحق أبو هرير أبو هرير رضي الله عنه قال خلونا في المسجد الدين يوصل خلونا قلنا بسر من شوية وحديث بس شوية 5 دقائق الله المستعان والله غفرنا ولهم لكن من باب الحرص تكفون على الوقت تكفون الله يغفر لنا ولكم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما نقولوا بعد كل صلاه اللهم عني على ذكرك وشكرك آمين. اللهم عني الله يغفر لنا ولكم الله يجعل لكن ساعه وساعه جملت الله يجعل ما قلت في ميزان حسناتي وكلامك والله في محله والله يا ابو عبد الله تتكلم الان وتعلمنا بسيره الاخيار الموفقين ذولا ان نخجل من انفسنا والله يا ابو عبد الله انا والاخوان واللي يتابعونا لو بس نستغل مشاويرنا بس يا ابو عبد الله بس احنا في السياره الحامله من البيت الى العمل ولا من انها تسد لكن ياكم ضيعنا يا شيخ اذكار الصباح ادعيه الصباح خذها من حسن مسلم موجوده في الجوال لا صح. تخرج الا وقد قلتها والله ان يجيك الحادث وانه ينصرف عنك سبحان الله هذا واللي يجيك الشر وانه يقول كذا صدق واني متفائل والله ان جتني اشياء حادث في الفلبين انا سمعت ان الاذكار لها دور هذا هو وان ويا كورونا اني في العنايه المركزه ويوم عرفت من الله قال واحد من الاخر قال تكفى قلت ابشرك اذكار الصباح ويا الرصاص انه ياتيك وانه ينصد الحمد لله الاذكار لانه يعني حسن اذكار الصباح الحمد لله انت معك ملك الملوك الحمد لله سبحانه الحمد لله فاذكروني اذكركم الحمد لله الحمد طيب يا شيخ وش يعين اظن ان يعين الرجل على هذه الاذكار وعلى المحافظه عليها هو الرفقه هو الخوي اللي مثل كل شرواك يذكرنا هو في شيء أعوامل يا شيخ أول انظر الكل بعد صلاة قال صلى الله عليه وسلم المعاذ قال أني أحبه قال وأنا أحبك يا رسول الله قال لا تدع في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك فالنبي عينك الله والله يا شيخ يقول لي الشيخ عبد العزيز المقحفيك اسمع أنا بشرك باشر حتى وفي قصب الآن الدكتور صديقنا
يقول والله شايبا في شقرة إن القرآن معه في كل مكان وإنه يروح بيع بشترك. يقول سبحانه فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض، بيع في الغنم، بيع في الدجاج، بيع في التمر مثل الشيخ نمر، بيع في كل شيء، في كل شيء. الصحابة كانوا يبيعوا سبحان الله والحمد لله والله. قالوا إنه ناس بالمصحف على دقالة في السوق بيع في البز وفي حال يقرأ. فإذا من انتهى قال يسألونك عن الأهلة ويبيع. ويا واحد يعلمني عنه إن اسمه المهلل، عرف في نجد بالمهلل مو توفي الله يهلل. قال فتح عليه بلا إله إلا الله. قال والله أنا ندخله لا إله الله لا إله الله لا إله الله كيف حكم لا إله الله لا إله الله. قالوا يصبنا القهوة بنفس لا إله الله لا إله الله ما شاء الله. الشيخ بيوسف يعرف أبو سليمان كان الوابر رئيس محاكم عسير، أنا أدركته والله. دخلت مسجد الطين كان في مناظر قبل ما يبنون المسجد، ما أعرف أنا جيت من أبها أولى ثانوي ما أدري إنه إلى واحد شايب عليه بشت نظر من الله من الله من الله من الله سبح. قلت ما اسمه هذا الشيخ ولا شيء؟ قال ما عرفت أنا شاب ما أدري. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله حسبنا الله حسبنا الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله. قالوا ها كوينك أنت؟ هذا بيوسف رئيس المحاكم. قلت قال الملك يجلس الملك خالد يوم جلس جنبه. قلت والله قال فتح عليه في الذكر. يوم رحنا نزور بن باز انه تقاعد بعدين انا وسعيد مسفر. قال سعيد الشيخ سعيد مسفر او انا؟ قلت ترى اول سؤال بيسالنا ترى عن بيوسف اخره تزاملوا زملاء. ويوم جلسنا قال الشيخ كيف حالكم كيف الشيخ عبد الله بيوسف عسى طيب؟ قلنا بشرك انه طيب زرناه يوم الجمعه. كل ما قال الشيخ عبد الله بيوسف وفي الطائف انا والشيخ سعيد مسفر. قال شوف يقول بن باز الشيخ عبد الله يوسف فتح عليه بالذكر هذا وبن باز ذاكر لله الله اكبر ذاك يعرف من الطريق انه يذكر الله يعرف اذا مش بالسكه يعرف واذا جلس في المجلس يعرف الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى بع وانت واذكر الله سبح واذكر الله روح في المزرعه واذكر الله سوي رياضه واذكر الله الذكر لانه ما هو بصيام ولا جوع ولا ظما ويرضى الله عنك ويرفع ذكرك ويعطيك ويغفر لك ويقيم حظك ما في اعظم من الله. يلا طلبناك حظا يرفع القال يهرب والناس بالعرف فيها ما يكفيها إلى رفع الله قالتك والله ما يسقطك أحد سبحان بسبب أنك تذكره. ملك الملوك الواحد القهار أنك تسبحه والله أنه يحبك ويجتبي. يا أخي لله المثل الأعلى لو يدري الملك أنك تدافع وتحب الدولة وتدافع عن الوطن وكذا حبك وأكرمك وملك الملوك في كل مجلس وانت تذكر الناس. أو حتى أنا عندي قاعدة إذا دخلت على أهلك تعال بحديث من كل واحد منا يعرف الأولى أولى ابتدائي تعال بآية وعلمهم ولا بيشرح هذا الحضور ولا شيء يفسرها ولا وتعال بحديث نبوي. أول ما تدخل بيتك تقول هذا ترى ما بيجي زعل ولا بيجي فراق. يقول واحد والله كنت مختلف مع زوجتي وأن الشيطان يدخل أعوذ بالله معك ولا خلاف. قال لي أحد العلماء شوف إذا دخلت البيت بآية ولا حديث والنبي حديث النبوي يذكر الله وتشوف. قال وسبشتك سكن البيت سلام. وراح الشيطان سلام. وسن انت فاهم معك قضيه ثانيه اقولها تغافل يا احبابي التغافل هذا عظيم. يقول ام احمد 19 حسن خلق التغافل سلام. اللي عندما تقول زوجتك كلام كانك ما سمعت قال ايش الكلام ولا تقعد تحاسب على من اللي شغل الدينامو من اللي ولع اللمبات تقعد تلاحق كل شيء وخلها تمشي. الدنيا كلها سهله والدنيا قصيره والدنيا حقيره والله يا انما تساوي جناح بعوضه كل الدنيا بتروح. قالوا من اللي منكم فتح البزوز اقعد تلاحق كل شيء ومن اللي تاخذ من اللي سمعت واحد منكم يصيح قبل ما ادخل الله الله يا اخي طنش واسكت وتغافل. التغافل هذا للعظماء ولذلك التغافل ابشرك بيريحك بيريح اعصابك ولا ضغط ولا سكري. خلي الامور تمشي وامدح ترى المدح هذا مكسب. انا دخلت موضوع ثاني ودك نخليه لان عندي وصفه سحريه لحياه زوجك اللي تبي اللي تبي يا ابو عبد الله اللي لكن تبي ولا يطول عليكم لا نرجع لك ان شاء الله يا ابو عبد الله. تدري بس في 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 طاري الذكر يا ابو عبد الله تدري انها العباده الوحيده اللي ما تكلف شيء لا يحتاج لها استقبال قبلها ولا يحتاج لها وضوء ولا يحتاج لها في مكان في ولا تكلف شيء. هذا العضو الوحيد اللي ما يتعب الانسان في شيء. خمسة أشياء بشركم هدايا في الذكر لا يوجد في العبادة إلا فيها أسلم. منها أن الله يكافئك بمثل ما قلت الحمد الصلاة لله. ما قال صلوا وصلي حج وحج زك وزك إلا فاذكروني أذكركم يا سلام. ملك الملوك تذكره يا سلام. يقول فلان مبارك نمر عبد الله حمدان أبو عبد الرحمن أبو صالح أبو دخيل يذكرك في الملأ الأعلى باسمك. لا إله. قال فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفس المقدسة. وإن ذكرني في ملأ في قبيلة في جماعة ذكرت في ملأهم خير منهم يعني في الملائكة. الثاني أنه ما ينقطع معك الذكر حتى تدخل الجنة يلهمون التسبيح في الجنة. يا رب. يعني ما نصلي في الجنة ولا نصوم ولا شيء راحة لكن تسبيح. يا رب. الثالث أنها العبادة لكما تفضلت لا تحتاج وضوء
ولا غسل ولا قبلة ولا قبلة، وتذكره قائم وقاعد، وتصير عابد من عبد الناس، وانت في السيارة، وانت تبيع في التمر، وانت تبيع في الغنم، وانت تبيع في الجمال، وهو معك الحمد لله. الثالث أنه يبقى أن الله، أن الله سبحانه وتعالى يرفع ذكرك ويجعلك مشهورا عنده سبحانه. إذا من الناس همشوك ولا دعوك في قناة ولا في صحافة ولا في وسائل التواصل، يكفيك شرف أن الله يذكرك في الملائكة يا رب سبحانه. يا رب. ومنها أن يقول الثواب التي يأتي على الذكر ما أتى على عمل آخر أبدا، ولذلك هو أعظم. شيخ الإسلام يرى بإجماع أهل العلم أنه أفضل عمل، حتى أفضل من الصائم اللي ما يذكر الله، صائم في السحر النافلة، وأفضل من جهاد النافلة، وأفضل من الصدقة النافلة. لا إله. يقول عليه الصلاة والسلام، اسمع الكلام سيد ولد آدم المعصوم صلى الله عليه وسلم، أنا أنبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنكم ويضربوا عنكم. قالوا بلى، قال ذكر الله. لا إله إلا الله. أنت خلنا كذا، ولو أنك ما كنت متوضي بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وقايم وجالس أفضل من الجميع. ولا تتعب للسان. والله أن الذي اللي ينفق الذهب في الشارع، ينفق على المساكين، إن أعظم منه الذاكر لله. لا إله إلا الله. يقول ولا ذكر الله أكبر. قالوا أكبر من كل عام. كذا أراد الله. لا إله. ولا ذكر الله أكبر. يا أيها الذين، يقول سبحانه، الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثير ما هو قليل. ويقول سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والله إنه الشرف. يا رب اجعلنا. والله نشوف. أنا قلت لبعض الشعراء يسامحوني وبلغهم سلامي، انه يجلس 3 ساعات يمدح كبيرته في الليل، و4 ساعات ولا مدح ملك الملوك بكلمه. الله المستعان. دخيلك ليش محروم؟ ويمدح الاشخاص، ما خلى واحد ولا كبير ولا صغير، يمدح ملك الملوك اللي رزقنا عنده ورضانا ومغفرتنا واعطانا صحتنا واعطانا الاولاد كل شيء، الوظائف واعطانا الحياه واعطانا الامن واعطانا السلام ودار السلام. فالله يجعلنا وياكم مقبولين. آمين. ويعيننا وياكم. آمين. آمين. صلي على النبي. الله يبيض وجهك ويرحم والديك، واسأل الله العظيم لي ولكم أن الله يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى أحسن عباده. الكلام، الكلام طيب، واسأل الله أن ينفع به. إيش تقول يا أبو؟ الكلام والشرح جميل، يوصل للإنسان المعلومة. حتى بعض الحديث، بعض الأدعية، بعض، أنا ذكرني موقف